في بعض الحاجات والفعاليات والممارسات بتحصل كده، ولأنه ما عندناش فكرة عن تاريخها وعن إيه خلفيتها، أحيانا نستهجن ونستغرب وما نبقاش فاهمين إزاي الوضع ده حاصل. لكن واحدة من ضمن الجرائم، جرائم الخيانة العظمى اللي بعض الناس، ولازم نبقى عارفين الحكاية دي، في ثقافتها هم شايفها جريمة خالص. جرائم من أول جرائم إهدار المال العام البسيطة، هي ما فيش إهدار مال عام بسيط، بس عموما اللي أصحابها بيسموها بسيطة، من أول الإهمال في أداء وظيفة لحد إنك تتلف حاجة عامة، منشأة عامة، أتوبيس أنت راكب فيه، أي حاجة، لحد فكرة مرعبة ومخيفة ومجرمة ومحرمة في كل مكان في العالم، اسمها إنك تجارة الآثار. الموضوع ده من البديهيات، من المسلمات، من الحاجات اللي ما فيهاش كلام ولا مناقشة، لكن تخيل بقى إن فيها كلام ومناقشة، إن بعض الناس في ثقافتها إن أنا هفضل أحفر تحت بيتنا لحد ما يمكن ربنا يكرمني ولا حاجة، ولا ألاقيه ده يبقى من نصيبي، ويديلك كتير من المبررات في إن اللي هو بيعمله ده مش حرام بالمناسبة، وهو شايفه طبيعي جدا وإنه ما عندوش مشكلة في ده، من أول الفكرة المشوهة دي لحد بقى ما تيجي تقول الأثر وحماية الأثر هو دور كبير جدا وصعب جدا، وتكتشف إنك لما ترجع تذاكر كده في كام سنة ورا، تكتشف إننا لحد مثلا سنة 1951 ما كانش في حاجة بتنظم فكرة تجارة الأثار. الأثار بلدنا المليانة أثار وكنوز حقيقية، ما كانش عندنا قانون ينظمها. أول قانون لتجريم تجارة الآثار كان القانون رقم 117 لسنة 83. تخيل أنه قبل التاريخ ده ما كانش عندك قانون يجرم حيازة وتجارة الآثار. حتى بعد صدور القانون سنة 83، يعني من حوالي 40 سنة، فضل إشكالية كده في القانون، أنه طب اللي عنده أثر دلوقتي سنة 83 يعني يعمل فيه إيه؟ فطلعت حاجة كده اسمها حيازة الأثر، لو عندك أثر يفضل عندك لكن ما تقدرش تتصرف فيه ولا تخرجه خارج البلاد. خلفية تاريخية طبيعية ما أعتقدش أن كلنا نعرفها، بس خطيرة جدا، بتقول لك أنه تنظيم الأمر ده موضوع صعب بالمناسبة، لكنه موضوع خطير ومهم. وكل غيرتك وإحساسك لما بتشوف قطعة أثار مصرية بتعرض في مكان ما في العالم، وتشوف حجم الاستثمار وحجم الإقبال وحجم المكسب، المكاسب المعنوية والأدبية والمادية اللي بتحصل لأي مكان في العالم بتحط فيه أثر مصري، يخليك مش بس تغير لكن تستاء جدا وتغضب جدا لو اتكلمت عن الآثار المهربة. وملف الآثار المهربة أو الآثار اللي بتخرج من بلدنا أو اللي خرجت من بلدنا في وقت سابق وأنها تسترد، واحدة من أنجح الملفات اللي وزارة السياحة والآثار نجحت فيها على مدار السنوات اللي فاتت، لأنه ما كانش مقبول أننا نشوف آثارنا المصرية موجودة في مزادات عالمية، ولا أننا نشوف آثارنا المصرية موجودة في معارض دولية واحنا ما نعرفش القطعة دي خرجت ازاي ولا خرجت امتى. دي اسئلة من حق كل الناس تسأل فيها. عشان كده حماية او ملف استرداد الآثار المهربة واحد من الملفات اللي طول الوقت بنحب نطمن وصلنا فيه لفين، ورجال الآثار المصرية اشتغلوا فيه ازاي ورؤيتهم ايه وممكن نوصل لايه. في وفد فني مصري حاليا بيزور سويسرا لبحث هذا الملف، ملف استرداد الآثار المهربة. اللي احنا شايفينه قدام حضراتكم دي صور اللقاء اللي تم على مستوى الخبراء ومع الأجهزة الفيدرالية السويسرية اللي مهتمة بهذا الملف. طبعا الأجهزة الدولية لازم تنفذ القوانين الدولية في استعادة الآثار إذا تم المطالبة بها من دولتها. التعاون بين الجانبين مهم جدا فيما يخص الإتجار غير المشروع للآثار، وهناك اتفاقيات موقعة بين مصر وسويسرا سنة 2010 لاسترداد الآثار المصرية المهربة. جاري الترتيب لاستعادة مجموعة من القطع الأثرية اللي احنا شايفينها قدام حضراتكم دي. المفترض أن هذه القطع تنتمي للحضارة المصرية القديمة، سبق وتسلمها سيادة السفير وائل جاد من مكتب الثقافة الفيدرالي في أغسطس 2021.
تفاصيل بقى تخص هذه الزيارة وتخص كمان ملف استرداد الآثار المهربة نعرف عنها أكتر من أستاذ شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة. مساء الخير على حضرتك أستاذ شعبان. مساء الخير يا أستاذة دينا على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وبشكر حضرتك على المقدمة الرائعة والمبسطة اللي يعني شرحت حاجات كتيرة وهتوفر عليها كلام كتير من أنا أقوله. لا بس حضرتك عايزين منك كلام كتير تاني لسه. إن شاء الله. طيب أستاذ شعبان، أنا طبعا أولا هبدأ من الخبر المهم فيما يخص استرداد مجموعة من القطع الأثرية، تاريخها، تفاصيل خروجها، ازاي عرفتوا بوجودها في سويسرا؟ يعني دي معلومه ساعات بتبقى الناس نفسها تعرف، انتوا ازاي بتوصلوا للقطع المهربه او اليه التواصل مع الدول اللي بنكتشف ان فيها اثار مصريه خرجت بطريقه غير شرعيه؟ طبعا في الحقيقه لازم من ناس كتير من الناس اكيد ما تعرفش، لكن سويسرا هي من الدول العابره للاثار المصريه او دول ممر او دول الترانزيت زي ما بيقولوا عليها. ف كل معظم الاثار المصريه بتخرج عن طريق لها مسار يعني، وبتمر من خلال سويسرا ثم الى الاتحاد الاوروبي، دول الاتحاد الاوروبي، ومن بعدها الى الولايات المتحده الامريكيه. مصر تنبهت مبكرا جدا للموضوع ده، وقدرنا نعمل اتفاقيه استرداد اثار مع الاتحاد الفيدرالي السويسري، تم توقيعها بين وزاره الاثار والاتحاد الفيدرالي السويسري في عام 2010. الحمد لله احنا حضرتك بتقولي تم رصد، ازاي احنا اداره ترصد العالم ما يتم عرضه من خلال صالات المزادات او مواقع البيع المباشر زي ايباي وامازون وغيرها، او ما يتم عرضه في السوشيال ميديا سواء فيسبوك او انستجرام او غيره، وكمان ما يتم ضبطه في المطارات او ما يتم عرضه حديثا في المتاحف العالميه. ده ساعدنا كتير الحمد لله في الفترة الأخيرة. يمكن أقول لحضرتك إن احنا في آخر 5 سنوات استردينا أكتر من 29,000 قطعة أثرية من مختلف الحاجات دي، يعني من مواقع بيع على الإنترنت، من صالات مزادات، من متاحف عالمية، كمان من ده رقم فظيع اللي حضرتك بتقوله، ده رقم مرعب. 29,000 قطعة تم استردادها؟ طبعا يا فندم، وده اللي دعا دول كتير من الدول العربيه ودول الاتحاد الافريقي ودول امريكا اللاتينيه الى محاوله استنساخ التجربه المصريه في عمليات استرداد الاثار، وذلك لنجاح التجربه المصريه في هذا الشان. طيب استاذ شعبان، بالتاكيد يعني الواحد مش محتاج يسال لكن لازم نعرف والناس كمان تعرف، ايه اكتر فتره خرجت فيها اثار من مصر بطرق غير شرعيه او طبعا بطرق فرديه؟ ما نقدرش نقول اكتر فتره، لان مصر مرت في خلال القرنين الماضيين بفترات كتير، منها فترات حروب، منها فترات ضعف، فخرجت مجموعه من القطع الاثريه. احنا مصر بتعاني من ظاهره الحفر خلسة في المواقع الاثريه. حضرتك لسه شارحه دلوقتي ان في تحت البيوت وناس بتحفر وتطلع وتتاجر في الاثار. ده احنا مش ما عندناش يعني خلفيه بالعدد القطع اللي خرجت قد ايه من ده، ولكن التحرك الاخير في الفتره الاخيره يمكن في اخر 5 سنوات ادى انطباع للعالم كله ان مصر لا مش هتقف ومش هتسيب ولا قطع اثريه خرجت بطريقه غير شرعيه. ده ادى رساله مهمه جدا للعالم في الداخل والخارج ان احنا هنسترد اثارنا مهما كان الثمن ومهما طالت الوقت يعني. طيب استاذ شعبان، في حاجه طبعا ما اقدرش حضرتك تكون موجود معانا وما نسالش عنها، في محاكمه العالم كله بيتكلم عنها، مدير متحف اللوفر او مدير السابق لمتحف اللوفر، ومن ضمن تفاصيل هذه المحاكمه الحديث عن قطع اثار مصريه. هذا رجل كان متورط في انه التجاره فيها بشكل غير شرعي. هل حضرتك او الفريق كمان المشرف على استرداد الاثار متابعين القصه دي ومتابعين الملف ده، وهل في تحركات حصلت في هذا الشان تحديدا؟ لانه دي حاجه بتثير الجدل في العالم كله، لانه عنده مجموعات كبيره من القطع ومن اهمها قطع مصريه. طبعا في الحقيقه يعني اسمحي لي بس استاذه دينا، انا مش يعني عشان القضيه لسه قيد التحقيقات في فرنسا وفي امريكا وفي اكتر من دوله وكمان في مصر، منتظرين الى انتهاء التحقيقات ما بنعلقش، لكن ان شاء الله قريب نقدر بعد ما التحقيقات تخلص هنقول كل اللي احنا توصلنا ليه، لكن احنا متابعين طبعا من اول دقيقه الملف ده ومتابعين كل التحقيقات، وكمان احنا انفولفد فيه ومشاركين فيه كمان. مشاركين فيه، دي اهم نقطه تفرق معانا. يعني احنا في بيننا وبين فرنسا اتفاقات زي الاتفاقات اللي قرينا عنها بين مصر وسويسرا لاستعاده اي اثار مهربه؟
لا ما فيش بيننا وبين فرنسا اتفاقيات في مجال استرداد الاثار، ولكن في تبادل معلومات وفي تبادل ثقافي، واحنا كمان من خلال ده في اكتر من دوله بتساعد مصر في مجال استرداد الاثار، وبنتبادل المعلومات في حمايه مصر وحمايه العالم كله من الظاهره البغيضه وهي الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافيه على عموما يعني مش بس المصريه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المسترد. الرقم اللي أستاذ شعبان بيقوله مرعب، يعني إحنا لما نقول 29 ألف قطعة آثار مهربة مستردة، يعني هو مش بس لازم نفكر في الحتة السلبية إنه زي دي كل ده خرج على مدار عقود طويلة بطرق غير شرعية، طبعا ده مش مفروض ومش لازم يحصل، وبالتأكيد تضييق الخناق اللي حاصل مؤخرا بيقلل بشكل كبير، لكن انت بتتكلم عن ثقافة انا بقول لحضرتك وانت اكيد شفت وكلنا بنشوف في ناس بالنسبة لها ده مستباح، وفي وخلط المعايير وخلط المفاهيم ودخلنا الحلال في الحرام كده على مدار عقود، فدي قصة كبيرة تانية. لكن الاسترداد والوعي وكون الدولة موجودة على خريطة الدول اللي واعية بتاريخها وتراثها وقادرة على استرداده، ده في حد ذاته حاجة عظيمة جدا وإيجابية، أتمنى أنها تستمر.